يقال بأن أحمد عطيف بحكم تقدمه في العمر وصوله للرابعة والثلاثين قل عطاؤه، وبالتالي هو يبحث عن الأمور اللي صارت خارج الملعب، إشكاليات، اختلاف وجهات نظر، ليغطي بذلك على قلة عطاؤه الفني. أول شيء أنا استغرب من الكلام هذا. يعني أنا قلت لك أني أقدر، يعني إذا ما كان عندي الإمكانية أني أنا أقدم الفريق الشبابي أو أني أعطي، صدقني راح في الوقت أقول أني أنا ما راح أقدر. الشيء الثاني، مستحيل أني أنا أختلق الأعذار أو أختلق المشاكل عشان أني أنا ما أقدر أعطي. بالعكس، يعني أنا دائما ما أحب أني أنا أكون متواجد داخل الملعب إلا لأن في أشخاص تحب النادي هذا. جميل كابتن، أنا شفت لك لقاء قديم، يعني في مقابلة تحدثت عن أنك أنت مظلوم ربما إعلاميا، أو ما في تسليط ضوء إعلامي عليك أنت كلاعب، يؤثر عليك فنيا هذا الشيء؟ وأنه في يعني لاعبين، ما نبغى نقول، لكن في بعض اللاعبين صنعوا من خلال الإعلام، أنت متميز وموهوب ولم تسلط عليك الأضواء. والله أنا ما راح أقول أني أنا مظلوم، لكن أنا أقول قلت أن اللاعب في نادي الشباب أو الأندية الأقل جماهيرية وإعلامية أكيد ما دائما الأضواء والإعلام ما تسلط عليه وما يعطي حقه. يعني بغض النظر عن أحمد عطيف، في كذا لاعب أنا أعتقد أنه في نادي الشباب مميزين، في أندية ثانية مميزين، يستحقون الثناء، يستحقون أن يعطونهم أكثر من اللي أعطوهم.